مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار من قناة النبأ، ونبدأها بأبرز العناوين. الواشنطن بوست تقول إن حكم الميليشيات في طرابلس يوجه ضربة قاضية للأمم المتحدة ولحكومة السراج. قبيلة العربات تصف اختطاف عميد بلدية بنغازي السابق بالعمل الإرهابي وتطالب بالتحقيق في الموضوع. سلامة يقول إن نجاح الانتخابات بحاجة لتعهد كافة الأطراف بالقبول بنتائجها. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النشرة. قالت صحيفة واشنطن بوست إن تغول حكم الميليشيات في طرابلس أظهر ضعف الجهود الغربية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وفتح المجال أمام تنظيم الدولة لكي يعيد وجوده في ليبيا وشمال إفريقيا. وأوضح مقال واشنطن بوست أن حكم الميليشيات يشكل ضربة قاضية للأمم المتحدة والجهود الغربية التي تعتمد على الحكومة المقترحة للانتقال بليبيا إلى دولة دستورية. كما أضافت الصحيفة أن الفوضى في طرابلس تساعد آمر ميليشيات الكرامة خليفة حفتر على أن يثبت روايته التي تقول إن هناك أمنا في شرق ليبيا بسبب القيادة العسكرية الناجعة كما يرى. شكل وزير الداخلية المفوض بالحكومة المقترحة عبد السلام عاشور لجنة من جميع الأجهزة الأمنية لجمع الاستدلالات مع الملقوفين لدى قوة الردع الخاصة. اللجنة التي شكلها الوزير بموجب قرار الله ستباشر العمل على استيفاء التحقيق مع الموقفين في القضايا على ذمة قوة الردع الخاصة من قبل مراكز الشرطة والجهات الأمنية الأخرى وإحالتهم لمكتب النائب العام. وثقت البعثة الأممية في ليبيا مقتل 18 شخصا في صفوف المدنيين خلال شهر سبتمبر الماضي. وأوضحت البعثة وفي تقرير لها أنه فضلا عن القتلى فقد أصيب 22 مدنيا بجروح خلال الأعمال العدائية بجميع أنحاء البلاد. وأضافت البعثة الأممية أن اشتباكات طرابلس أسفرت عن مقتل 16 قتيلا و22 جريحا، فيما لقي شخصان آخران مصرعهما، أحدهم في ورشفانة والآخر في بنغازي. في المنطقة الشرقية استنكرت قبيلة العريبات حادثة اقتحام منزل عميد بلدية بنغازي السابق أحمد العريبي، واصفة العملية التي نفذتها مجموعات مسلحة بالعمل الإرهابي. نصعد ما حدث من عمل إرهابي للواء أحمد علي العريبي نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية وعميد بلدية بنغازي. القبيلة في بيان لها طالبت بالتحقيق مع كافة الجهات المسؤولة عما حدث للعريبي وأسرته جراء الحادثة، ودعية رئيس مجلس النواب عقيل الصالح وآمر ميليشيات الكرامة بالتدخل والكشف عما حدث للعريبي. طالب بتدخل فخامة رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية المستشار عقيل صالح والمشير خليفة بالجاسم حفتر بصفته القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. ثانيا نطالب بفتح التحقيق مع كل الجهات. وكان مراسل قناة النبأ في بنغازي أكد مداهمة مجموعة مسلحة منزل اللواء أحمد العريبي عميد بلدية بنغازي السابق واقتياده إلى جهة غير معلومة. وأفادت مصادر محلية من بنغازي للنبأ بأن مسلحين من الكتيبة 106 التابعة لميليشيات الكرم اعتقلوا العريبي رفقة ابنه بعد مداهمة منزله في منطقة أرض لملوم وسط المدينة. وأكدت المصادر إصابة اثنين من حراس العريبي خلال اشتباكهم مع عناصر الكتيبة 106. انقلاب على منقلب، هاجس يعيشه من اختار القفز على سلطات البلاد الشرعية ليسيطر على الحكم ويبرر وسيلته في سبيل الوصول إلى الغاية. تحالفات ولقاءات سرية تشهدها الرجمة مؤخرا بين المؤيد لأمر ميليشيات الكرامة وبين من يحاول كسر عصا الطاعة ليبدلها بأخرى يكون هو حاملها. صراع بين طرفين في المنطقة الشرقية، أولهما يسعى لتثبيت سطوة قبيلة الفرجان، وطرف ثاني يريد أن يقف ضد سياسة ترك الساحة خالية لحفتر وأبنائه.
بداية المشهد هنا عندما ظهر خليفة حفتر يرافقه أمين سر ما يعرف بالقيادة العامة فتح حسون الدرسي في إعلان الانقلاب التلفزيوني عام 2014، لكن الرجل انتهت مهمته اليوم وبات يتقلب في معتقلات للميليشيا دون سبب واضح. ودائما ومن دون أسباب اقتيد عميد بلدية بنغازي السابق اللواء أحمد العريبي وابنه اللذان اعتقلا بعد مواجهات يبدو أنها لم تكن في صالحه. شخصيات عديدة ضمن القائمة المستهدفة من قبل تحالف نجلي حفتر وأبناء عمومتهما لم تقف عند حد الاعتقالات فقط، بل تبعها اقتحام منزل مدير إدارة التوجيه المعنوي هاشم برقعة. اعتقالات قادة الميليشيا كشف مدى حدة الصراع الذي يعيشه معسكر الكرامة من أجل بقاء حفتر، حيث أكد موالون للمعسكر وجود مخطط للإطاحة بآمر الميليشيا وإخراجه من المشهد، وهو ما دفع برجليه صدام وخالد بالتعاون مع عون الفرجاني صد أي محاولة للوصول إلى مكان خليفة حفتر. ونبقى في بنغازي، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الحريق الذي اندلع في السوق القديم في منطقة سيدي يونس بالمدينة. اتهم أمير ميليشيات الكرامة خليفة حفتر مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح شخصيا بعدم توفير قاعدة دستورية للانتخابات قبل شهر يوليو وفق تعهده خلال مؤتمر باريس. حفتر وفي مقابلة مكتوبة لوكالة رويترز اعتبر بأن ما سماها بالقيادة العامة للجيش لم تتراجع عما تعهدت به بخصوص تأمين وإجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه، ومشيرا إلى أن هناك أطراف لم يحددها تعمل على عرقلة إجراء الانتخابات باعتبارها تتعارض مع مصالحها وطموحاتها بحسب تعبيره. وفي سياق ذي صلة قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن الانتخابات بحاجة إلى شروط أساسية متمثلة في التصويت على القانون وتعهد من كافة الأطراف السياسية بالقبول بنتائجها. هناك شروط أكبر بكثير للانتخابات برلمانية ورئاسية. أولا أنت بحاجة لقانون، القانون لم يصدر بعد، ليس لدي قانون لا لانتخابات برلمانية ولا لانتخابات رئاسية. ثانيا أنت بحاجة إلى تعهد من قبل كل الأطراف بقبول نتائج الانتخابات. وأكد المبعوث الأممي أن الليبيين يريدون إجراء انتخابات، لكن عدم توفر الشروط المذكورة يحول دون إجرائها. إذن أنا أقول أن الانتخابات لا يمكن أن تتم اليوم بسبب هذه الشروط التي ذكرتها، ولكني لم أعطي تاريخا لها، لا أقول أنها ستجري غدا ولا بعد غد، لكن أقول أنني عاجز عن إجرائها اليوم لكل هذه الأسباب. فيش قانون، المفوضية خارج موقعها إلى آخره. لكن هل يريد الليبيون انتخابات؟ بالتأكيد يريدون تغيير وجوه الذين تمسكوا بكراسيهم. في سياق آخر، حدد وزير الخارجية الإيطالي إنزو ميلانيزي يومي 12 و13 من شهر نوفمبر القادم موعدا لانعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا في مدينة باليرمو. ميلانيزي وخلال إحاطة له أمام مجلس الشيوخ الإيطالي الثلاثاء قال إن المؤتمر لن يفرض أي أجل نهائية للانتخابات أو إملاءات معينة، وإنما يستهدف تحديد مراحل عملية لتحقيق الاستقرار في ليبيا. وأشار إلى أن المشاركين في المؤتمر سيضعون جدول أعماله وسيحددون الخطوات لمسار العملية السياسية في ليبيا، وموضحا بأنه في حال تعذر إجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها سنتجنب تحديد موعد آخر بحسب قوله.
إلى ذلك دعت نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي ستيفانيا كراكاكسي حكومة بلادها للتعامل بجدية مع قضايا الجنوب الليبي. وقالت كراكاكسي أمام مجلس الشيوخ الثلاثاء إنه يجب الاستجابة لمطالب القبائل الجنوبية كونها منطقة استراتيجية بالنسبة لإيطاليا، فمنها يتدفق المهاجرون وبها مصادر الطاقة المهمة بحسب قولها. أوضحت كراكاكسي أن قبائل الجنوب يتهمون إيطاليا بعدم الالتزام بتطبيق اتفاق المصالحة الموقع في روما في مايو 2017، وأن الحكومة لا تملك ردودا على هذه الاتهامات. وشددت المسؤولة الإيطالية على ضرورة أن يكون ذلك ضمن اهتمامات الحكومة في ضوء المؤتمر الدولي حول ليبيا المقرر عقده منتصف نوفمبر في صقلية. هذا وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الحكومة الألمانية نيلز أنين على أهمية تبني موقف أوروبي موحد حيال الأزمة الليبية لتقريب المسافة في وجهات النظر بين فرنسا وإيطاليا. وحول شكل المساهمة التي يمكن أن تقدمها ألمانيا بشأن الأزمة الليبية، قال أنين إن بلاده لديها خبرة في إجراءات تحقيق الاستقرار والتوسط لتجنب النزاعات، وهناك العديد من الأشياء الملموسة التي يمكن القيام بها على الفور، ولكن لا يوجد حل بدون مشاركة الجهات الإقليمية الأخرى. مشاهدينا الكرام، النشرة متواصلة وتتابعون فيها بعد قليل. المعهد العالي للعلوم الشرعية ينظم ورشة عن التعليم الديني.
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه النشرة. في استحضار للتاريخ الإسلامي نموذجا لبناء الدول الديمقراطية التي يكون أساسها العدل والحرية، انطلقت اليوم في مدينة اسطنبول التركية فعاليات المؤتمر العالمي السادس للإرث النبوي الذي ناقش في يومه الأول المنهاج النبوي ودوره في صناعة السلام العالمي، فيما استعرض عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين علي الصلابي وثيقة المدينة التي تعتبر أول دستور مدني في العهد الإسلامي. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. نتحدث عن وثيقة المدينة. وثيقة المدينة العلامة الكبير العراقي الدكتور أكرم ضياء العمري. لم تعد المنطقة العربية والعالم الإسلامي كما كانت عليه قبل عام 2011، تغيرت أنظمة وأسقطت أخرى، وبقي حلم الشعوب الإسلامية في إعادة مجدها كما كان في السابق. تحت شعار المنهاج النبوي ودوره في صناعة السلام العالمي، انطلقت فعاليات المؤتمر العالمي السادس للإرث النبوي والذي ناقش دور الأمة الإسلامية في بناء هذا العالم وإرساء السلام. نحن بحاجة إلى السيادة، إلى كما يقولون في اللغة الإنجليزية branded، إلى الصورة الجميلة، إلى النظرة قوية من قبل الآخرين. الآن كل شيء إذا نتكلم أو نفعل العالم ينظرون إلينا بنظرة الخاطئ، بنظرة السيء. المؤتمر الذي كان بحضور عدد من الدكاترة والمشائخ قدم خلاله عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي الصلابي شرحا علميا لوثيقة المدينة والتي كانت أول دستور مدني في العهد الإسلامي والتي اجتمع تحتها المسلمون وغير المسلمين في تعايش سلمي أساسه الحرية والعدل والسلام. لأنه استحضر دروس الماضي واستوعب بها الحاضر. وثيقة المدينة وثيقة أرسلت للسلام وأرسلت للقيم الإنسانية، قيمة السلام وقيمة العدل وقيمة المساواة وقيمة حقوق الإنسان في حفظ الأعراض وفي حفظ الأموال وفي حفظ النفوس وإعطاء حرية الاعتقاد لليهود من بني قينقاع وبني النضير، وبالتالي آمنت بالتعددية وآمنت بالألوان الطيف المتعددة والتعايش السلمي بين الناس، فهي قيمة إنسانية وقيمة حضارية ومرجعية فكرية وتاريخية. وثيقة المدينة بحسب الدكتور علي هي صحيفة دستورية صالحة في كل زمان ومكان، ترسي السلام والعدل في مختلف أرجاء العالم، ولم تكن الدول بحاجة لمثل هذه الوثيقة كما اليوم الذي يكثر فيه الظلم والتفرقة في عالمنا. ومع الصراعات التي تدور في عالمنا اليوم، يبقى للإسلام دور رئيسي في إرساء السلام العالمي الذي تعتبر فيه وثيقة المدينة نموذجا لدستور دولة العدل، والتي يحاول الكثيرون تشويهها اليوم وإلصاق تهم الإرهاب جزافا فيها. السادة الأكاديميين لهم عضوة ومكان. نظم المعهد العالي للعلوم الشرعية ورشة عمل بعنوان التعليم الديني بين التنظيم والإلغاء في منطقة تجورة في طرابلس. هذا وعرض المشاركون في الورشة كيفية عمل المعهد فيما يخص الجانب التعليمي والتربوي والقانوني. وحضر الورشة عدد من العلماء بدار الإفتاء الليبية والمدرسين بالمعهد العالي للعلوم الشرعية، إضافة إلى المهتمين بالشأن الديني داخل البلاد. هذه اللجنة الأولى التي تشكلت لدراسة التعليم الديني والخروج بتصور، وقد خرجت هذه اللجنة بتصور وقد حولته للمسؤولين في ذلك الوقت، تصور للتعليم الديني في مرحلة التعليم الأساسي. موجود معي صورة منه، يعني يحوي مدة الدراسة والهدف العام والهدف الخاص وشروط القبول والجدول الأسبوعي. يشهد قطاع التعليم جدلا ومناكفات بين المعلمين ووزارتهم بالحكومة المقترحة قد تؤدي إلى تعثر العملية التعليمية لهذا العام. التفاصيل في التقرير التالي. جدل ومناكفات بين المعلمين ووزارتهم بالحكومة المقترحة وصلت حد التهديدات المتبادلة والتي قد تعيق انطلاق العام الدراسي الجديد أو تتسبب في تأخره على غرار ما حصل العام الماضي، والضحية طلاب مراحل التعليم الأساسي والثانوي. إجراءات وزير التعليم لإصلاح المنظومة التعليمية محل خلاف كبير بعد رفض نقابات المعلمين تنفيذ ما جاء فيها،
خاصة إلزام المعلمين بالدخول في امتحانات تقييمية، داعين إلى عدم الدخول في مثل هذه الامتحانات. في الوقت الذي هدد فيه الوزير باتخاذ الإجراءات الإدارية التأديبية ضد المتغيبين، بينها الإحالة إلى الاحتياط العام وإعطاء الفرصة للباحثين عن العمل. استجابة بعض المعلمين الذين شاركوا في الامتحان لا يعني أن المشكلة قد جرى تجاوزه، فالكثيرون منهم قد امتنعوا عن المشاركة استجابة لقرار النقابة. وبين شد النقابات وجذب وزارة التعليم، يبدو أن العملية التعليمية قد تتعثر هذا العام أيضا، خاصة وأننا على بعد أسبوع واحد من انطلاق العام الدراسي الجديد، وهي أزمة قد تلتحق بنظيراتها التي يعيشها الليبيون في ظل تعامل الحكومة المقترحة مع الأمر كشاهد أو مراقب. أعلن صندوق موازنة الأسعار الثلاثاء أن مصرف ليبيا المركزي وافق على منح الصندوق اعتمادات بقيمة 135 مليون دولار لاستيراد السلع الأساسية. وأشار الصندوق في بيان عبر صفحته بفيسبوك إلى أن الأذون الجديدة تهدف إلى استيراد عدد من السلع الأساسية وتوزيعها على المواطنين عن طريق الجمعيات الاستهلاكية. يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي لم يفتح أي اعتماد لصندوق موازنة الأسعار منذ أكتوبر 2017. قال وزير الاقتصاد بالحكومة المقترحة نصر الدريسي إن ليبيا تسعى لشراء 1,000,000 طن من القمح الروسي بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار. وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية عن الدريسي، فإن ليبيا ترغب في الحصول على إمداد سنوي من القمح والأعلاف الروسية لضمان الأمن الغذائي بالبلاد بحسب تعبيره. وحسب الوكالة الروسية، فإن الدريسي اتفق مع الجانب الروسي على توريد كميات من القمح والشعير والمنتجات الزراعية والصناعية الأخرى دون أن تحددها. ناقش مختارو المحلات مدينة سبها أزمة الوقود بالمدينة بعد فشل المجلس البلدي في حلها. هذا وجرى تشكيل لجنة لمتابعة للتواصل مع المنطقة الشرقية أو مستودع مصراتة لتوفير الوقود للجنوب. مصراتة والله مثال ما فيه، طبعا هم حماية ولجان للإشراف عليه، لأن فيه ما الوقود يسرق في بلدية سبها وفي الجنوب بصفة عامة يهرب، فهم طالبين الإشراف أنها تكون لجان. نظم شبيبة الهلال الأحمر بالزاوية حملة تطوعية لتنظيف شوارع المدينة وأزقتها في ظل الظروف الصعبة والإمكانيات الضعيفة التي تعيق عمل المؤسسات الحكومية. تفاصيل أكثر عن الحملة يستعرضها التقرير التالي. انطلاقا من دورهم الفعال في خدمة وتنمية المجتمع لشبيبة الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية ومنتسبي بيت شباب الزاوية، وفي توأمة لتجسيد العمل التطوعي لشباب المدينة في المحافظة على البيئة، بدأت الحملة الشاملة لنظافة شوارع المدينة وتحويل أماكن تكدس القمامة إلى حدائق صغيرة. وتأتي هذه الحملة بالتعاون مع شركة الخدمات العامة التي تعاني منذ فترة من قلة العمالة وإغلاق المكب الخاص بالقمامة، والذي أسهم في تكدس القمامة على أرصفة الشوارع بالمدينة، حيث لبى الشباب القائم على الحملة النداء لإزالة هذه المخلفات خوفا من انتشار الأمراض والحشرات الضارة بالمدينة. طبعا حملتنا قائمة إن شاء الله زي ما قلت لك لمدة يومين، وطبعا هذا شغلنا وهذه خدمتنا مساعدة السلطات المحلية وداخل المدينة ولإظهار مدينتنا في أحسن صورة. شباب جمعهم حب العمل في ظل ظروف تكاد تنعدم فيها كل الإمكانيات التي قد تسهم في تحفيز الشباب والمنظمات التطوعية في الإكثار من هذه الحملات وغيرها لبناء الوطن بسواعد شبابه. وبهذا مشاهدينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام النشرة، ونذكركم بأبرز العناوين. الواشنطن بوست تقول إن حكم الميليشيات في طرابلس يوجه ضربة قاضية للأمم المتحدة ولحكومة السراج. قبيلة العربات تصف اختطاف عميد بلدية بنغازي السابق بالعمل الإرهابي وتطالب بالتحقيق في الموضوع. سلامة يقول إن نجاح الانتخابات بحاجة لتعهد كافة الأطراف بالقبول بنتائجها. المعهد العالي للعلوم الشرعية ينظم ورشة عمل عن التعليم الديني.
تابعوا مزيدا من الأخبار مشاهدينا الكرام على موقعنا الإلكتروني النبأ.تي في، وتابعوها أيضا على مواقعنا على التواصل الاجتماعي. شكرا لكم ودمتم في أمان الله.